بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مساء الخير مشاهدي ومتابعي قناة الحدث اليوم، وحلقة جديدة من برنامجكم حوار الخميس. حلقتنا اليوم هتكون اخبار، واهم الاخبار التي دارت على مدار الاسبوع. وابدا بخبر ايه؟ خبر الادوية. وانا موضوع ملف الادوية ده مهتم بيه جدا. ليس مش علشان انا مريض من المرضى، ولكن علشان اغلب اهالينا، الناس المسنة، الناس الكبيرة، الناس المريضة، لابد ان تجد صحة او خدمات صحية جيدة. واحد، لابد ان يتوفر ليها الادوية المناسبة لعلاجها. اتنين، طيب بنطلع وبنشيد بالمستشفيات والتأمين الصحي الشامل والصحة، تمام، ما فيش أي مشكلة، ولكن معلش أنا مش هعمل طبخة من غير ما أحط لها بهارات ولا ملح، هتبقى عدمة ومسخة مش هتتاكل. طيب ليه أنا بقول الكلام ده؟ بقول لموضوع الأدوية، متابع جيد لموضوع الأدوية. موضوع الأدوية منذ مثلا من شهر 5 أو شهر 6، 5 و6، وزارة الصحة طلعت وقالت إن شاء الله إحنا 2 3 شهر والقصة دي هتتحل وخلاص، ومش هيكون في أزمة دواء. ماشي على دماغنا من فوق وهنستحمل معاك يا وزارة الصحة، ما فيش أي مشكلة. المريض يعني هنستحمل، اللي بيشتري علبة هيشتري شريط، اللي مش بيشتري شريط ما يشتريش خالص، اللي تعبان يزيد تعبه عادي، يعني خلينا برضو واحدة واحدة معاكم ماشيين، ما عندناش أي مشكلة. تمام؟ نروح بقى وزارة الصحة وهيئة الدواء. التليفون اللي بيتكلم في التليفون هنا، الزميل اللي بيتكلم في التليفون، هيئة الدواء طلعت وقالت احنا بنقدم ارقام تليفونات لمستشفى لصيدلية الاسعاف، معذرة، وموضوع ان لو رحت اي صيدلية ما لقيتش الدواء هتتصل. الو، هنتصل، في نواقص في الحتة الفلانية. ايوه فندم، مع حضرتك، روح حضرتك اتجه على طول على صيدليه الاسعاف. هوب، نروح صيدليه الاسعاف نبحث عنها، نلاقي في صور تداوله على السوشيال ميديا. اتهنى الصور دي يا جماعه بعد اذنكم. ناس مرضى واقفين طوابير، المريض ازداد مرض في الانتظار. بتنتظر ايه يا عم؟ على حسب الروايه اهو قدامكم، بتنتظر ايه يا عم؟ انا بنتظر الانسولين يا بيه. طب هو الانسولين هو مش قالوا لنا متواجد في صيدليه الاسعاف. طيب في وقت ارتفاع درجه الحراره اللي بتصل محسوسه في الشمس الى بتتخطى ال40، ويقف مريض سكر ينتظر الانسولين قدام طب انا معاك يا وزاره الصحه في صيدليه الاسعاف، وادي الحاجه متوفره في صيدليه الاسعاف، بس هل هذا المنظر يليق يا وزارة الصحة؟ أنا بتكلم في الآدمية، في الإنسانية، بتكلم في رعاية المرضى، بتقدموا صحة جيدة على دماغنا، وده مش بمزاجكم، ده كانت توجيهات من السيد الرئيس برضه، بتقدموا صحة جيدة، ما عنديش أي مشكلة. فين الأدوية؟ يعني في سياسة الجماعة اليهود والجماعة الاحتلال والنتن والناس دي، سياستهم يقولوا ايه لما بياخدوا احد الفلسطينيين؟ بيتم احتجازه وحبسه، يحطوا في يرموه في المعتقل، بيحطوه ممكن في حبس انفرادي، فيصوت ويمسك الحديد يقول انا بريء، يا انا بريء، خرجوني خرجوني، فيروحوا مدخلين له ايه، كلب، ولا اعوذ بالله. فالكلب بقى مش هيقدر يعيش معاه، فيقول انجدوني، خرجوا الكلب وخلوني لوحدي. فبيصل مش عايزين نصل الى هذه السياسات، مش عايزين نصل ان احنا مثلا نعطش السوق، ما فيش، والزحمه وبتاع، فالارتفاع، ارفعوا الاسعار. انا اللي بقول اهو، خلاص ارفعوا الاسعار، بس وفروا الادويه. يعني مش هتكلم والله، انا واحد من الناس بهاجم التجار وبهاجم في وقت ارتفاع اسعار مبالغ فيها، مش هتكلم، بس وفروا الادويه، ادوا للمريض حقه في ايه؟
في خدمة صحية جيدة، مستشفيات متواجدة، ادوله الأدوية، ما هو خدمة من غير دواء ملهاش أي لازمة. ارفعوا الأسعار، أنا آسف، ارفعوا الأسعار بس وفروا الأدوية. هذا المنظر لا يليق بمريض يعني. ده على فكرة ده تبقى كارثة لو الصور المتداولة على السوشيال ميديا ده حقيقة. لابد من محاسبة المسؤول عن هذه الصور وعن هذا المنظر. معلش، صيدلية واحدة الإسعاف تخدم القاهرة كلها؟ يعني اسكندرية ممكن تيجي لحد هنا، منوفية ممكن تيجي لحد هنا، أهلنا في الصعيد ممكن يجوا لحد هنا، صيدلية؟ يا فرحت أنا بقى ونزلت وحليت الأزمة. برافو، برافو يا وزارة الصحة، حليت الأزمة بجد لما نزلت أرقام صيدلية إسعاف. هعمل بقى أنا الرقم، هضرب الرقم يديني الأنسولين في السماعة، هيقول لي متوفر يا فندم في صيدلية الإسعاف، تشكري، ماشي، شكرا وزارة الصحة. أروح صيدلية الإسعاف، أقف طابور بقى، أقف طابور، أقعد ساعتين ثلاثة، ويجي لك غيبوبة سكر، واه عادي، مفيش أي مشكلة. أتمنى من وزارة الصحة أنها يعني، معلش، راجعوا خطابات السيد الرئيس لما قال المريض ورفقا بالمواطن والمريض، راجعوها وسيروا على هذا النهج. يعني بصراحة هذا المنظر لا يليق، لا يليق بالمواطن وبالمريض المصري. ومش أي مواطن، المواطن بصفة عامة، وأخص أهالينا المرضى. دلوقتي مريض السكر مفيش أسرة إلا وفيها مريض واتنين من السكر، هو أصبح صديق الإنسان وصديق المواطن. فهذه المعاناة مش هيعانوا منها أفراد قليلين، لا، أسر كاملة. راجعوا نفسكم في هذا الأمر. أرواح الناس وصحة الناس ما هياش لعبة، صحة الناس ما هياش قرارات ولا نبروز إنجازات في حاجات معينة، لا، ولا هي مسكنات، لا، صحة وتعليم تقام الدول، تقام الدول بالصحة والتعليم. أتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى إن هذا الأمر أجي الحلقة اللي جاية ولا اللي بعديها ولا اللي بعديها وأقول الأمر انتهى. طيب، من هذا الخبر إلى أمر آخر، وأنا مش متأكد يعني، ولكن يعني بيبقى واجب علينا إن بعض الأخبار المتداولة بين الناس أن ننقلها، ومن يريد أو المسؤول الذي يريد أن ينفي هذه الأخبار فليتفضل، ومن يريد أن يؤكد على هذه الأخبار فليتفضل، ما عندناش أي مشكلة. في خبر بيقول ارتفاع آخر في أسعار الكهرباء، في خبر بيقول سعر الشريحة الأولى اللي هي من زيرو إلى 50 كيلو وات زاد نسبتها ب 17%، وكذلك برضو بالتسلسل إلى أن تصل للشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ل 650 كيلو وات في الساعة ب 195 قرش بدلا من 140 قرش، بزيادة نسبتها 39%. طيب، هل احنا كنا لسه الشهر الماضي او اللي قبله كنا بنقول ارتفاع والحمد لله وبنشيد موضوع تخفيف الاحمال والحمد لله الدنيا زي الفل و100 فل و14 وزبادي في الخلاط، ماشي. طيب، على وزارة الكهرباء انها تخرج في بيان لها توضح، ما هو معلش، ما هو الموضوع ان انا متعاقد، انا كمواطن متعاقد مع وزارة الكهرباء، ما هوش عقد اذعان، لا، ما هوش عقد اذعان. تطلع وزارة الكهرباء الشريحة الجديدة من كذا لكذا بسعر كذا، طب انا راجل فهلاوي بقى وعندي العداد، انا عايز اضرب الكمية اللي انا اشوف يمكن العداد بايظ، يمكن ارجع لا، انزلوا بقى وقولوا الشريحة من كذا لكذا سعر الكيلو وات فيها بقد كده، يبقى أنا عارف نفسي آخر الشهر بدبر القرشين كده وبشيل شوية فلوس للأنسولين اللي مش موجود وشوية فلوس للكهرباء اللي غالية
وشويه حاجات لطبق البيض اللي وصل ب 200 جنيه واشوف انا هدفع قد ايه. تطلع بقى وزاره الكهرباء في بيان رسمي لها، وده على فكره يعني ده حق المواطن برضه. توجيهات السيد الرئيس قال الكلام ده، قال الشفافيه مع المواطن المصري، الصدق مع المواطن المصري، ما هوش ده سر يعني من الاسرار. اطلعوا قولوا اعلنوا عن الاسعار الجديده اذا كانت صحيحه، واذا ما كانتش صحيحه معلش في واحد في حاجات وحده رصد في كل وزاره بتشوف الاخبار المتداوله بتنزل بيان نفي او بيان مثلا بالاسعار الجديده. وبعدين موضوع سرقه التيار الكهربائي زادت، وانا ضد هذه الفكره يعني بمناسبه الكهرباء كده سريعا يعني. بس يطلع حد يقول لي ايه؟ اقول له يد هيشيلوا اللي سرق كهرباء ومعمول له يعني سين سين جايب من الاطفال صاد وعين ودال وحاوم مع تلات اربع خمس افراد، سين ده سارق تيار كهربائي لص حرامي اسمه الطبيعي، راجل سارق تيار كهربائي حرامي، وكلنا ضد هذا، ضد هذا الفعل الإجرامي، الفعل الإجرامي كلنا ضد هذا. ولكن في قصة كده بيقول لك ايه ده هيشيلوا هيلغوا بطاقة التموين لمن ثبت ضده أو من حرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي. طيب سين ده حرام ولص، طب سين أنا لسه جايب بقول جايب من الأطفال عين وتقل وحاوم مع تلات أربع أفراد، ذنب دول ما هو معلش يعني ما هو دلوقتي أنت كدولة ما بتدعمش السلعة التموينية لسين بس قط، لا شيله يا عم هو من بطاقة التموين بس هو معاه أطفال، هم دول هو معلش هو أولاده ما لهمش ذنب، هو حرام ولص. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عمه إيه؟ هو معلش يعني هو ابني أنا الصغير شريف يعني أنا ابني مش هيتاخد بفعل أنا، لأ يعني المفترض بقى إحنا مش هنسقط كل بطايق التموين واحدة واحدة واحدة، لا لا ممكن ده اللي بيسرق ما انتروه بقى شيلوه من بطاقة التموين، الغوله لو هو لوحده في بطاقة التموين، ولكن برضه هو مسؤول عن أسره، حتى ولو مجرم ولو مجرم وحرامي وسرق تيار كهربائي بس هو في الأول في يعني في الأول وفي الأخير هو راجل مسؤول عن أسرة، ننظر إلى هذه الأسرة، يبقى الدعم السلعة هي رايحة للأسرة مش رايحة للحرامي رب الأسرة. أتمنى إن الموضوع ده يعني برضو كمان تجد فيه حلول، وأعتقد يعني إن الدماغ المصرية مية مية في الحلول والله العظيم، ما فيش يعني أنا عندي في الاقتصاد وعندي في كل حاجة مش عايزين نفكر إزاي يعني نرفع سلعة معينة وإزاي نعطش السوق من سلعة معينة، إزاي نحط روشتة إصلاح في حاجة معينة. طيب هذا الخبر إلى أمر آخر، البنك المركزي دلوقتي يعقد اجتماع لمناقشة سعر الفايدة، في الوقت الحالي في اجتماع، دائما ما أتحدث حينما يأتي وقت الاجتماع هذا للبنك المركزي بجيب واحد هذا الشخص بالنسبة لي هو عالم في هذا المجال وخبير في هذا المجال. طيب هل هيكون في تثبيت لسعر الفايدة والابقاء على سعر الفايده ولا هتزيد ولا هتقل؟ اللي يحدثني في هذا الامر معايا المحترم دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. مساء الخير يا دكتور عبد المنعم. مساء النور يا فندم، واهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. توقعات حضرتك ايه كما تصيب كل مره بتبقى معايا حضرتك وقبل انتهاء الاجتماع، واللي بتقوله بنلاقيه نتائج الاجتماع على طول وكانك بتجيب النتيجه من الكنترول. هو المتوقع باذن الله التثبيت سعر الفايده زي ما هي 27 وربع و 28 وربع على الاقراض و 27 وربع على الودائع، وده الهدف منه انه النهارده البنك المركزي المصري وسيله استخدام سعر الفايده ده وسيله الهدف منها السيطره على التضخم،
تمام. والنهارده السياسات النقديه اللي بيتخذها او بيتبعها البنك المركزي المصري هي فعلا بتخفض التضخم، ربما ليس تخفيض كبير، ولكن النهارده حركه التضخم انخفضت من 31% في مارس 2024 الى النهارده بنتكلم في حدود 26%. تمام. طيب الانخفاض ده كان ليه عده عوامل، وهو انخفاض يمكن مش ملموس في الشارع المصري. علي صوتك شويه بس بعد اذنك يا دكتور عبد المنعم. او زمايلي هنا يعلوا الصوت في الاستوديو. طيب هو الانخفاض في سعر الفايده اللي تم غير ملموس في الشارع. تمام. نتيجه ايه؟ ان هو انخفاض لبعض السلع دون غيرها، يعني ما فيش انخفاض بوجه عام. تمام. طيب البنك المركزي المتوقع ان يستمر في هذه السياسه عشان يقلل او يحجم ويخفض التضخم. تمام. لكن في نفس الوقت يعني انا بقول لحضرتك المتوقع انه خلال الساعات القادمه هيتم الاعلان عن تثبيت سعر الفايده كما كنا. تمام. وهننتظر ونستنى اجتماع البنك الفيدرالي الاحتياطي الامريكي اللي متوقع في اخر سبتمبر، ويكون هناك تخفيض لسعر الفايده في الولايات المتحده الامريكيه، فنبدا نفكر في برضه تخفيض سعر الفايده عندنا. تمام. طيب انا كنت اتمنى ان البنك المركزي المصري يبدا يحاول ينزل في سعر الفايده لحاجتين. واحد، الموازنه العامه لا تتحمل عبء الديون وعبء الالتزامات على سندات واذون الخزانه، ده من ناحيه، واللي بتزيد لان كل 1% زياده في سعر الفايده يعني زياده 30 مليار جنيه في حجم الدين المستحق على الدوله. النقطه الثانيه حركه، كلما زادت الفايده كلما ده معناه ان جذب الاستثمار او الاستثمار ما بيكونش جاذب، لان اللي بيفكر في التوسع او في عمليه تمويل للمشروع الخاص به بيتحصل على قرض او تمويل من البنك بفايده النهارده تصل 30%. تمام. تمام. ف 30% دي تعتبر حمل ولود ويعني تكلفه تمويليه عاليه. فيا ريت البنك المركزي انشد من خلال منبر حضرتك المحترم انه يبدا بعد كده يخفض الفايده عشان حركه الاستثمار تكون جاذبه للدوله المصريه، او دي احد عوامل جذب الاستثمار في مصر. ما يكونش الاتجاه كله رايح للايداع وللاقراض. بالظبط، يكون بقى الاتجاه ان انا اخد فلوسي وابدا اتحرك. تمام. ويبدا البنوك يعني تقرض وتمول المشروعات الاستثماريه الموجوده داخل الدوله المصريه. تمام. طيب اروح مع حضرتك على حاجه تانية، الا وهو الدولار. وطبعا بدأت او في مخاوف من مع بدايه ظهور السوق الموازي مره اخرى. تمام. بص يا فندم، اتفضل. الدولار في مصر النهارده احنا بنتكلم في سعر 48 80 قرش، 48 70 قرش، ممكن يتحرك 20 قرش 30 قرش، لكن الهواجس الموجوده ان الدولار ممكن يعدي ال 55 60 ونسمع الارقام ثانيه، لا الكلام ده مش مؤكد. ليه؟ او غير صحيح بالمره. ليه؟ اولا انت عندك حصيله دولاريه متوفره من استثمارات غير مباشره داخل السوق المصري متجاوزه ال 35 مليار دولار. عند حضرتك زياده في الصادرات المصريه متجاوزه 6 مليار عن العام الماضي. تمام. عند حضرتك تحويلات العاملين بالخارج النهارده تجاوزت العام 2024 هيقفل على 35 36 مليار دولار، وافتكر الرقم ده كويس. فكل ده عامل حصيله دولاريه. هتقول لي طب ما انا عندي فلوس بتطلع من داخل الدوله المصريه. فعلا عندنا فلوس، بس انت في الاخر قيدت بعض الاستيراد من الخارج وقللت، بالاضافه ان الحمل او الاعباء الخاصه بالتمويل اللي بتاتي او هتخرج من الدوله المصريه سواء لسداد لديون او مستحقات ماليه او اقساط وفوائد خدمه دين لصندوق النقد الدولي للبنك الدولي لبعض الدول الدائنه اقل من او في نفس المعدل الخاص بالفلوس اللي داخل الدوله المصريه. تمام. فانا ما عنديش ازمه كبيره زي السنه اللي فاتت، يعني عام 23 كان عام ازمه، عام 24 في ازمه لكن بدات في وضوح فيها. طب ممكن نغير سعر الصرف، ممكن نتغير بس مع اوائل 2025، لكن الفتره الحاليه من دلوقتي لغايه نهايه السنه انا اؤكد ليك انه حتى لو في تغيير او تعديل في الاسعار ما فيش حاجه اسمها تعويم جديد، لكن ممكن يكون هناك
حركه للدولار صعودا او هبوطا وفقا لحركه السوق العالميه او وفقا للطلب والعرض، بس بقروش او يعني لن يتعدى 50 قرش 60 قرش يعني بالارتفاع او بالانخفاض. تمام، اشكرك جدا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، بشكرك جدا يا فندم، وكما توقع ثبات سعر الفايده. طيب من البنك المركزي سعر الفايده لقصه ثانيه اخرى، ولكن هي قصه بالنسبه لي انا يعني، وده وجهه نظره ومحدش ياخدها، هي قصه اخلاقيه. بمعنى في محامي للاسف برضه، لان انا الجميع لو يعرف اشرف شرف عارف ان انا قبل ما اعلو هذه المنصه الاعلاميه فانا رجل قانوني محامي ومحامي عامل في المحاماه واحمل تصريح مزاوله مهنه للاعلام. طيب في محامي طلع في احدى البرامج التلفزيونيه قال ايه؟ والله انا ما عارف يعني، انا حتى لما بقلب على صفحته الشخصيه لقيت ان هذا الفكر هو فكر شاذ، هو يمتلك او صاحب فكر شاذ. ازاي بقى فكره؟ يدعو الى المجاهره الافطار في نهار رمضان عادي، يدعي انه يدافع عن السيدات والنساء، ولكن يدافع عن عري النساء بداعي الحريه الشخصيه. وجدته كذلك، وجدته يدعو إلى ما يسمى بالزنا وغيره على صفحته. بالمناسبة الكلام ده على صفحته، طلع في إحدى البرامج التلفزيونية وقال إيه؟ بيسأله الزميل المذيع بيقول له إيه؟ بيقول له يا أستاذ طب هو قصة المساكنة قبل الزواج عادي؟ قال ده حرية شخصية. هي المساكنه يعني اتنين بقى يتجوزوا ناويين على جواز يعني ناويين عايشين مع بعضيهم ايه 100 فل و14 عادي عادي يابا عادي ما فيش اعملي لي لقمة حاضر اكنها مراته حاضر عناية ما فيش مشكله مراته برضو. قال لك ان انا لو عندي بنت لو انا عندي بنت مش انا لا طبعا اجيبها طيب دي حريه شخصيه تتعامل عادي ما فيش اي مشكله مساكنه. وارتكز على ايه؟ ارتكز قال لك ان الامام ابا حنيفه اباح الزنا باجر، والدنيا اتقلبت الى ان تحيه بقى الحقيقه للنقيب عبد الحليم علام نقيب المحامين، وانا كنت لسه في محادثه معاه وفي مكالمه قبل الهوى قلت له ايه الوضع مع هذا المحامي الزميل؟ قال حلنا للتحقيق، هذا لا يمثل نقابة المحامين ولا المحاماة، وطلع يتكلم بلسان المحامين. لا طبعا. طيب السؤال هنا بقى، هل فعلا ان الامام ابا حنيفة اباح الزنا باجر؟ اللي جاوبنا على هذا السؤال معايا العالمة دكتور سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بجامعة الازهر. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. هل يا فندم طبعا حضرتك اكيد سمع كلامي. ايوه فندم. هل فعلا الامام ابا حنيفه اباح الزنا واعوذ بالله باجر؟ شوف حضرتك يا فندم، الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحش في الذين امنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والاخره. نعم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة مريم، وما هي سورة مريم؟ يقول فخلت من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهؤلاء هم الذين يريدون أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. والإمام أبو حنيفة أزكى وأطهر من أن يقول أو ينسب إليه مثل هذا القول، لأنه من المعروف أن الإسلام
شرع عقد الزواج وأعلن بالإعلان والشهود والأركان وجعله هو الأساس في العلاقة الزوجية التي يترتب عليها الإنجاب وطلب الذرية إلى آخره. ونهى عن أي علاقة خارج الزواج وأطلق عليها الزنا وقال ولا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك فأنا أطالب الحقيقة برجال الأزهر أن يحدث استنكار ورفض لأن احنا ننسب لإمام أبو حنيفة اللي هو إمام المذاهب الأربعة كلها، هو الذي أول من أنشأ مذهب المذاهب الفقهية كان الإمام أبو حنيفة. أن ننسب إليه هذا القول البغيض، هذا القول الذي فيه فاحشة والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى صور لهؤلاء يوم البعث يوم القيامة شكلهم هيكون إيه. فقال سبحانه وتعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي سورة الأحزاب يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، يعني هذا الحديث اللي خرج من المحامي في أحد القنوات الفضائية هو غير صحيح بالمرة، هو جلب على نفسه وافتراء وكذبة. ربنا أراد أن هو ينزلق بنفسه وبقوله وبفعله ويقلب جميع المشاعر الصادقة ضده. يعني زي ما بيقول وعسى أن تفشلوا خير لكم. أنا بعتبر أن هذا خير جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى أن ينكشف هذا المحامي الذي يتولى الدفاع عن حقوق الإنسان. فأنا أرجو دلوقتي اللي مش لاقي له حاجة يا دكتور، اللي مش لاقي له حاجة ولا عنده شغل يقول بحقوق الإنسان ضد هذا الإنسان وممن حوله. نعم، ويجب تطهير هذه النقابة التي تمثل المحافظة على حقوق الإنسان. تمام، أشكرك جدا دكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشكرك جدا يا فندم. وأنا لسه يعني في خبر أهو جاي لي، زي ما قلت يمكن أخويا أستاذ وحيد لسه بعت لي دلوقتي حالا بيقول لي المحامي تحول للتحقيق اليوم من نقابة المحامين. وأنا سريعا كده معلش، هو ليه اللي عايز يركب الترند أو اللي عايز يعمل ظهور يجي عند الدين ويتكلم ويجي؟ ما هو الشخص ده دائما ما يثير الجدل على الأمور أمور الدين. هذا الشخص خصيصا المحامي ده، هو يعني هو تاريخه جميع يعني عارف تاريخه، وأخص أن أنا برضو محامي فأنا عارف برضو تاريخه كويس، بس دائما ما يتحدث عن الدين، ما دائما ما يدافع عن العاهرات وغيره وغيره في ويدعي أنه يتحدث بحقوق الإنسان. أنت لا تعلم شيء عن حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة. استقيم رحمك الله، وألف شكر الحقيقة للنقيب عبد الحليم علام
على هذا الخبر، وهو صدق لي على هذا الخبر تليفونيا لسه من ساعة، وقال لي فعلا احنا حولناه للتحقيق، وان شاء الله بإذن الله هيتم فصله من نقابة المحامين قريبا بإذن الله. الخبر الحلوة بقى في تراجع أسعار. طب تراجع أسعار ايه؟ طن العلف. اتحاد منتجي الدواجن صرح بان تراجع طن الاعلاف 10,000 جنيه هيؤدي الى ايه؟ انا الحقيقه بصراحه يعني انا عندي الايام دي في استقرار جيد واسعار جيده في اسعار الفراخ، بس على النقيض الاخر في اسعار بيض المائده عندي ارتفاع في اسعار بيض المائده. هل بعد التراجع ده كمان هنشاهد انخفاض مره اخرى في اسعار الدواجن؟ اللي يحدثني في هذا الامر معايا الاستاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن. مساء الخير يا استاذ سامح. اهلا وسهلا. مساء النور. اهلا وسهلا. هل فعلا تراجعت اسعار الاعلاف 10,000 جنيه لسعر الطن؟ بالفعل تم تراجع الاعلاف 10,000 جنيه للطن، وطبعا ده انخفاض طبيعي جدا. احنا بنرتبط السوق العالمي والذره الصفراء والسوريه حصل لها انخفاض عالميا، فبالتالي تم الانخفاض. وكمان احب اضيف ان طبعا التوجيهات السياسيه الفتره اللي فاتت ان مدخلات الانتاج الخاصه بالقطاع الداجني خاصه الذره الصفراء والصويا ما فيهاش اي تعريفه جمركيه. تمام. طبعا ادى الى الانخفاض. طيب هل الانخفاض هيستمر؟ يعني انا دلوقتي انا عندي 65 من ال 72 سعر كيلو الفراخ على ما اعتقد، يعني ممكن نشوف احنا فيها دي. احنا مستقرين جدا في الدواجن، وانا كلمت سيادتك قبل كده في الموضوع ده الحقيقه، وانا اشهد انا على الهواء انا اشهد لحضرتك بهذا الامر، كنت بنتكلم ونقول ان شاء الله، وانا واحد من الناس الحقيقه وانا على الهواء بعتذر لك ان انا يعني اتشككت ان في حاجه زي كده ان ممكن يفضل يستمر الانخفاض، واحنا كنا داخلين في سعر الكتكوت واصل في ناس قالت 30 جنيه و35 جنيه وكلام من هذا، فتوقعنا ان ممكن الفتره اللي جايه يكون في ارتفاع في اسعار الدواجن، ولكن حضرتك نفيت هذا الامر، وبالفعل حضرتك كنت قلت الحقيقه وقلت الصح، وتوقعت توقعك كان صحيح. ولكن هتكلم مع حضرتك في بيض المائده. بيض المائده دلوقتي طبق البيض بقى 180 جنيه، وفي بعض المناطق ب 200 جنيه، يعني ما يعادل ان البيضه ب 6 جنيه ونص او 6 جنيه وربع. لا بالنسبه لبيض المائده، بيض المائده يعني حاله من حال الدواجن، يعني انخفاض سعر الاعلاف ده هينعكس عليه الفتره اللي جايه ان شاء الله، هيحصل لي عمليه زياده في المعروض الفتره اللي جايه. وكمان احنا فندخلين على المدارس طبعا بيكون في اقبال شديد جدا على البيض. انما انخفاض طبق البيض يعني من المتوقع ان شاء الله في خلال الشهر القادم هيرجع للمعدل الطبيعي بتاعه، وهيوصل للكرتونه 150 155 جنيه اقصى حاجه. ولكن الشهر اللي جاي يا فندم، وبنصح المواطن برضه ان هو يعني يتوجه الى المنافس الخاصه بوزاره التموين، المنافس الخاصه بالقوات المسلحه، المنافس الخاصه بوزاره الزراعه، المجمعات الاستهلاكيه، هيلاقي سعر مناسب جدا لاسعار البيض. تمام. لان زي ما سيادتك ذكرت من شويه بتقول ان في مناطق بتبيع ب 200 وفي مناطق بتبيع ب 180. تمام. زي الدواجن بالظبط، الدواجن في مناطق بتبيع الكيلو ب 75 حاليا، وفي مناطق بتبيع ب 90. فهو حال البيض من حال الدواجن. بطمن الناس الفتره القادمه ان شاء الله لن يكون ارتفاع في الاسعار نهائيا في الدواجن او البيض، ولكن هيشهد انخفاض ملحوظ جدا جدا الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع سعر الأعلاف 10,000 جنيه، وده رقم كبير 10,000 جنيه يعني. صحيح. رقم كبير جدا، هيوصل ممكن الكيلو اللي في المزرعة إلى 60 جنيه 65 جنيه أقصى حاجة. تمام. أشكرك جدا الأستاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، بشكرك جدا يا فندم. ولكن هذا الحلو ما بيكملش. إزاي بقى؟ ما أنا مش هاكل البيض لوحده، احتاج شوية طماطم عليه وشوية شكشوكة يعني كده اضربهم للواد ابن شريف وهو رايح المدرسة، وشوية حتة فاكهة وشوية فاكهة ولا بتاع. طيب حلو كويس ماشي محترم. بعد كده بقى نلاقي سعر الطماطم بيوصل 30 جنيه وال 35 جنيه في بعض المناطق، وكان قبل كده كان معايا احد المسؤولين بصراحة قال لك ايه الكلام ده من شهر، احنا بنشاهد ارتفاع الطماطم والفاكهة من شهر، ان شاء الله الفترة اللي جاية هنلاقي هيبقى في انخفاض يا فندم والدنيا هتبقى زي الفل و 100 فل و 14. تمام ماشي. نلاقي النهارده بقى ان لسه في ارتفاع مرة أخرى في أسعار الطماطم وأسعار الخضار والفاكهة،
ولا هيقول لي مجنونه طماطم؟ لا لا لا، ده ما اصبحتش مجنونه، ده لاسعه دلوقتي. اسعار الفاكهه دلوقتي بقت، احنا كنا ونيجي ندخل المسؤول يقول لك ايه اصل العروه، وبعد كده عندنا المانجا. طب ما هو سعر المانجا 20 جنيه، ما انا عارف سعر المانجا 20 جنيه والله، شايفها في السوق بسعر المانجا، هي من عند الله الشجر طرح السنه دي كتير. لو حدثني في هذا الامر محترم حسين ابو صدام نقيب الفلاحين. مساء الخير يا حاج حسين. مساء الخير يا شربيه، اخبارك ايه يا باشا؟ الله يخليك يا فندم. الطماطم عامله ايه يا حاج حسين؟ وما تقوليش يا حاج حسين فاصل عروه الله يستر. احنا قايلين من بدري ان الطماطم هترتفع في الايام دي، لكن هي هتنخفض في شهر 11. يا حاج حسين يعني يا حاج حسين، ان الطماطم هتبقى اغلى من يا حاج حسين. حاج حسين بالله عليكم، انا دخلتكم قبل كده وقلت له كان سعر الطماطم في شهر 7 وكان زياده شويه، وان شاء الله في شهر 8 و9 تنخفض، وادينا انا في شهر 9 وما انخفضتش. لا انا كنت بتكلم في شهر 11 عن الطماطم دي. انا قايل عليها من بدري، ولاي حد متابعني عارف ان انا بتكلم على الطماطم، بقول الطماطم في الايام دي بتبقى غاليه، لان احنا اولا ارتفاع درجات الحراره اللي حصل ده اثر على الانتاجيه. احنا لسه العروه اللي في وجه بحري بتنتهي، والعروه اللي في وجه جبل لسه بتنزرع. طب البطاطس يا حاج حسين، العروه بالعروه برضو ولا ايه؟ ايه والبطاطس؟ والبطاطس برضو، الطماطم والبطاطس يعتبر مع بعضهم بينزرعوا 3 مرات في السنه عروات اساسيه، فيعني متلازمين مع بعض. فبنتكلم على ان شاء الله في الشهر 11 هتبدا انخفاضات كبيره في الطماطم والبطاطس، هتوصل لنصف الاسعار اللي احنا شايفينها. لكن في الوقت الحالي ده العروه اللي طالعه دلوقتي اهوت زرعت في عز الحر، فالانتاج بتاعها ضعيف جدا، وشفنا الحراره السنه دي كانت مرتفعه. بالاضافه يا استاذ اشرف ان احنا التضخم نفسه بيزيد كل الاسعار بتاع المنتجات، يعني الناس برضو لازم توعى ان الاسعار مش هتنزل زي زمان، لكن هي هتنزل عن اللي موجود دلوقتي، لان التضخم بيقلل قيمه الجنيه نفسه، وبالتالي المستلزمات الزراعيه بتزيد، النقل بيزيد، كل حاجه فيها زياده. فطبعا اللي بيبيع لازم يبقى فيها مش للمواطن سواء تاجر او مزارع. لكن انا بوعد الكل ان شاء الله، يعني في بداية من شهر 11 هتبدأ انخفاضات كبيرة جدا في كل أنواع الخضروات اللي غالية دلوقتي، وخاصة الطماطم والبطاطس والخيار، دول هينزلوا للنصف، لأن العروة اللي جاية دي أكبر عروة تتزرع من البطاطس والطماطم، ولكن العروة اللي فاتت دي كانت 30% من المزروعات في مصر، لأنها بتبقى عروة على الله إن شاء الله يعني متوسطة الحجم. إن شاء الله بإذن الله على الله وخير، ونتمنى هذا ان العروه وموضوع الزراعات ده بقى يزيد، ونعيد توزيع بعض الزراعات مره اخرى في، ونتوسع في امور معينه هي الاكثر استهلاكا في الاراضي الزراعيه. اشكرك جدا الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، بشكرك جدا يا فندم. طيب بالنسبه لموضوع العروه وارتفاع الاسعار، فبرضه الدنيا محتاجه نغسل روحنا شويه. نروح غسيل الروح فين بقى؟ نعمل عمره. وانا ببحث على موضوع العمره الاقي ان كل الشركات اللي منزل برنامج، طب اتصل عليه يقول لك اصل احنا مستنيين ضوابط، بيعلنوا على برامج ويقول لك اصل احنا مستنيين ضوابط وزاره السياحه. طب المولد، طب المواطن المصري يعني ليه طبيعه حاجه كده خاصه، يقول لك عمره المولد هو بقى خلاص، يعني هو عمره رمضان بالنسبه له في حاجات كده مقدسه، يعني اروح عمره المولد، اروح عمره قبل مثلا المدارس. نلاقي وزارة السياحة لم تعلن عن ضوابط العمرة لهذا العام. طب ايه السبب؟ كان في اجتماع بالمناسبة يوم الثلاث الماضي وبرضه ما حطوش ولا وضعوا الضوابط النهائية لاصدار تأشيرات العمرة. لو حدثني في هذا الامر معايا دكتور مجدي صادق الخبير السياحي. مساء الخير يا دكتور مجدي. اهلا وسهلا، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله يعني كله تمام، ما تقلقش العمرة بتاعت مولد النبي هتطلعها. هطلعها امتى بقى ونعلن عن مش عايز الترانزيت، انا ما احبوش، يعني انا راجل صعيد وجاي من اخر الدنيا ما اعرفش الترانزيت ده ايه، انا عايز التاشيره على الجواز كده واطلع عد لل 15 يوم ورايح دماغي. لا يعني هي الغالب هتطلع مع عمر الترانزيت، هي المفروض الضوابط هتصدر يوم الاحد، وكان الضوابط كلها تقريبا منتهيه، وفي طبعا تسريبات كتير عنها، ولكن المشكلة في الضوابط ان هي هتبقى لصالح السمسار وصالح الكيانات الموازية اكتر منها لصالح شركات السياحة. حلو، يعني هنلاقي تاني في موضوع
اللي يتفق على برنامج بيروح هناك مش بيلاقيه، لان هو مش بيلاقيه لان هو بيتفق مع السمسار ما بيتفقش مع الشركه. لا خلينا نفسر بين حاجتين، اللي بيتفق مع برنامج مع شركه سياحه ده انت لازم تلاقيه، لان هم هيعملوا يعني الضمان المالي لشركات السياحه 5 مليون جنيه. تمام. فاي شركه سياحه هتضحي ب 5 مليون جنيه عشان تدي لك برنامج مخالف. تمام. انما السماسره مفيش اي حاجه عليهم ومفيش اي ضابط ومفيش اي رابط، وعندك تقريبا 10 تاشيرات، ال 10 تاشيرات دول معفيين من الباركود بتاع وزاره السياحه، منها تاشيره الترانزيت اللي حضرتك بتتكلم عليها، وتقريبا نص مصر طلعت ترانزيت لحد دلوقتي. يعني امتى الضابط النهائيه؟ امتى الضابط النهائيه يعلن عنها لضابط العمره لاصدار التاشيرات؟ ما هي ضوابط العمرة لتأشيرة العمرة مفروض اللي هو يعني بيقال ان هي توافق عليها يوم الحد، بناء عن ان غرفة شركات السياحة اضطرت للموافقة على الضمانة المالية العالية. تمام. ضمانة مالية عالية جدا. طب ما هو اللي هيشتغل دلوقتي، يعني لو جينا حطينا الخمسة مليون جنيه ديت حطيناهم بدل ما احنا جمدناهم حطيناهم اشترينا بيهم شهادات او ودايع او ذهب، طب ما افضل من ان الشركات تشتغل عمره. فعشان كده انت دلوقتي عايز تحارب تاشيرات الزياره وعايز تحارب الكيانات الموازيه، ما هي الضمانات اللي موجوده انك تحارب بيها؟ مفيش. تمام. انت بتفرض قيد على شركه السياحه بس. نضم صوتنا لصوتك، اشكرك جدا دكتور مجد صادق الخبير السياحه، بشكرك جدا يا فندم، واتمنى ان هذه الازمه الحقيقه تتحل بقى نضع ضوابط نهائيه لاصدار تاشيرات العمره والامر هذا ينتهي، يعني لعل من مشتاق يذهب الى هناك يعني. طيب، من هذا الخبر الى امر اخر، وكان في خبر هو عالمي ان اسرائيل وافقت خلاص على الانسحاب من محور فيلادلفيا. ليحدثني في هذا الامر معايا سياده اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي. مساء الخير سياده اللواء. مساء الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين. مساء النور على سيادتك يا فندم. هل اسرائيل فعلا وافقت على الانسحاب من محور صلاح الدين يا فندم؟ والله الكلام ده طلع من القناه 12 النهارده، ولكن احنا بنشك لان لسه امبارح نتنياهو عارض على وزاره الحرب المصغره ان هو في كلامه طبعا معمر فيلادلفيا ده رئه التنفس لحماس، وان كل نقول الدعم اللي جالها في السنين اللي فاتت، وراح حاطط الخريطه اللي احنا شفناها كلنا، الفلوس والاسلحه والافراد دخلوا من انفاق فيلادلفيا. تمام. طبعا الكلام ده غلط نمره واحد. ليه؟ لان الفلوس كلنا عارفين حماس كانت بتصرف فين من 2007 لحد النهارده، كانت قطر كل شهر تطلع طياره من الدوحه شايله 30 مليون دولار توصل مطار تل ابيب، يستلمها مندوب قطر، بيحرسها الجيش الاسرائيلي لحد ما يوصلها لحماس. واحد يقول الله، الجيش الاسرائيلي يوصل لحماس؟ ايوه. ليه؟ كان هو عايز يزيد الفرقه. حماس كانت ضد السلطه في رام الله. تمام. رام الله مضت على اتفاقيه اوسلو ان حل الدولتين، ان حل القضيه في اطار الدولتين، لكن حماس بتقول لا مفيش دولتين، هي البلد كلها بتاعتنا ودي فلسطين. فكانت اسرائيل عايزه تزيد الفرقه بين الطرفين، فدي الفلوس. بالنسبه للاسلحه احنا عمرنا، لان احنا من يوم الرئيس السيسي تولى احنا قفلنا ودمرنا كل الانفاق اللي موجوده في سيناء، لا بندخل مسلحه، وبعدين سينا كانت بتحارب الارهاب، فما كانش في فرد بيدخل ويخرج الا ما احنا عارفين ده مين. فعشان كده نتنياهو امبارح اصر انه لن ينسحب من ممر فيلادلفيا. طيب. الخبر اللي احنا سمعناه دلوقتي قد يكون تمهيد عشان يقول لنا انه هيسحب جزء وهيسيب جزء، او زي ما قال من اسبوع هيعمل خمس ابراج مراقبه يسيبهم، فامريكا قالت له لا خليهم اثنين، انما احنا كمصر بنرفض تماما تواجد اي قوات في معمر فيلادلفيا. ولازم ناكد هنا ان معمر فيلادلفيا ده في ارض فلسطينيه. تمام. في غزه، ده مش عندنا. طب احنا بنزمزق ليه؟ لان هو ماضي معانا على اتفاق تبع كامب ديفيد.
تمام. لو انت خالفت الاتفاق بتاع كامب ديفيد احنا بقى نخالف الاتفاق بتاع كامب ديفيد، ومن هنا بدات المشكله بالنسبه لمصر. تمام، اشكرك جدا سياده اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي ورئيس الشؤون المعنويه للقوات المسلحه الازبك، بشكرك جدا يا فندم. والحقيقه ان شاء الله باذن الله احساس يعني والله اعلم ان هانت جدا على هذا النتن، وخاصه بعد غضب شعبه عليه هانت جدا ونهايته قربت جدا باذن الله. طيب من هذا الخبر الى سيناء والزراعات في رفح وغيره، في وقت من الاوقات وانا محب وعاشق لتراب سيناء واهالي وبدو عرب سيناء، لم اجد في صدق وفي اخلاص مثل هذا الشعب. وفي فترة من الفترات كنت تذهب إلى رفح والشيخ زويد ووسط سيناء، تجد الزراعات من والثمرات من الخوخ والفاكهة والخضار وغيره، حقيقة تكاد أن تكون هي سلة غذاء مش مصر قط ولكن دول كتيرة تبقى منبع تصدير. أنا ليه بتحدث في هذا الأمر؟ ليه؟ لأن أنا بقول دائما ما أتحدث وأقول أن عمار أي أرض لا تأتي إلا من أصحاب الأرض. بمعنى يعني مثلا عودة الزراعات في رفح وعودة الأهالي هو متوقف طبعا عليه حاجات كتيرة قوي. هنبدأ نشوف الزراعات، الناس دي حينما تعود وحينما تعود إلى الزراعات مرة أخرى هنشوف الخوخ بقى السيناوي، هنشوف الخضار السيناوي، هنشوف كل حاجة جميلة. ليه دائما ما أتحدث عنهم؟ لأن الأرض، هذه الأرض لا يعلم خباياها إلا أصحابها. وأفضل ما يستثمر أو مستثمر، لو أنا راجل حابب أستثمر في أمر هستثمر في حاجتي، هستثمر في أرضي. أن الأرض لا تستثمر إلا من مالكها وإلا من صاحبها، كذلك تعلمنا. ليه بقى؟ لأنه هيسعى جاهدا بالخروج إلى أرضه في أفضل المظاهر وأفضل صورة، هيبقى هو اللي قلبه، ما فيش حد هيكون قلبه على الأرض إلا صاحب الأرض. لم أجد أفضل من حديثي على سيناء وزراعات سيناء ورفح والشيخ والوسط وغيره، من أول البر الأنطرة شرق من بعدها إلى رفح، لم أجد أفضل من ذلك أن أختتم به حلقتي معاكم من برنامج حوار الخميس. على أنقاكم الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.